أما الآن الجلسة الثامنة بعنوان أنسنة القطاع الخاص، فليتفضل متحدثي هذه الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحضور الكرام، نشكر لكم حضوركم الجلسة الخاصة بأنسنة القطاع الخاص. أنسنة القطاع الخاص مفهوم جديد نركز فيه على إعادة النظر في جميع الممارسات التي تتعلق بالإنسان في قطاع العمل وبيئة العمل في القطاع الخاص. وسنركز بإذن الله في هذه الجلسة على أهمية دور القطاع الخاص وأثره الاجتماعي من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية وشراكته مع الجهات صاحبة المبادرات الابتكارية كممكن لأنسنة القطاع الخاص. وسنقوم أيضاً إن شاء الله باستعراض خارطة الطريق لتمكين أنسنة القطاع الخاص وتحفيز الممارسات المعززة للأنسنة في بيئة العمل، والذات ما يتعلق بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. باسمكم نرحب بالمشاركين معنا في الجلسة، ونبدأ بالمتحدث الأول المهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والماجستير في إدارة المشاريع من معهد ماساتشوستس ام اي تي في أمريكا، والماجستير في التنمية الدولية من كلية كينيدي للحكومة جامعة هارفارد، ولديه خبرة تزيد عن 20 عاما في القطاعين العام والخاص والبرامج التنموية والحكومية، ويرأس حاليا برنامج التنمية الوطني، وعضو في لجنة الجائزة لهذا المنتدى، ونائب لرئيس مجلس إدارة صندوق العليا للتنمية المحلية في المناطق. المهندس عبد الله مستشار تنفيذي للتحول المؤسسي وتطوير الموارد البشرية وتطوير الأداء، وقد قاد عمليات تحول كبيرة لقطاعات وهيئات حكومية، وهو عضو في مجلس التنمية الاقتصادية في مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وكذلك عضو مجلس عميد كلية هارفارد كينيدي للحكومة، وعضو مجلس الاستشاري الدولي لجامعة أكسفورد، وعضو مجلس السياسات في كلية بلافنتك للحكومة في جامعة أكسفورد، وهو عضو مجلس أمناء وعضو في مجالس جامعات وشركات محلية سعودية. فالله يحييك مهندس عبد الله، تفضل طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. توجه بالشكر والامتنان والتقدير لمنتدى أسبار وللقائمين على منتدى الابتكار الاجتماعي في نسخته الأولى، وأتطلع للحديث معكم خلال دقائق بحول الله تعالى عن موضوع في غاية الأهمية يتعلق بالأدوار بين مكونات المجتمع، مكونات النسيج الاقتصادي الوطني، وهي بالإضافة إلى الحكومة، المنظم والمشرع والمسير للسياسات الاقتصادية، بالإضافة لذلك القطاع الخاص، ثم القطاع الثالث أو مؤسسات النفع العام. حديثنا اليوم سوف يتطرق لمفهوم جديد وهو أنسنة القطاع الخاص، وهذا المفهوم تبلور بعد عدة يعني مقاربات مفاهيمية تعرضت لدور القطاع الخاص من خلال الأدوار التي وضعته بها المؤسسات الاقتصادية المختلفة، من المدرسة الاشتراكية إلى المدرسة الرأسمالية إلى المدرسة التي تركز على الإنسان باعتبار محور التنمية إلى المدرسة التي تركز على الحكومة باعتبارها المحرك والمسيطر وغيرها من المدارس. ولكن هذا المفهوم يعني وصل إلى مرحلة من ما يمكن أن يوصف بالتنازع الأدوار بينه وبين الدور الحكومي وبين دور المؤسسات غير الربحية وبين دور المجتمع والناس والأفراد أنفسهم. فنحن بين طرفين نقيض، بين مفهوم للأسف الشديد هو موجود في بعض الاقتصادات، وهو النظرة السلبية للقطاع الخاص، وهي ما يمكن أن يوصف تجاوزا بشيطنة القطاع الخاص، وبين مفهوم على النقيض الآخر وهو أنسنة القطاع الخاص، أي أن القطاع الخاص هو مكون لأنسنة الأنشطة الاقتصادية ويقوم بدور إيجابي.
حديثنا بحول الله تعالى سوف يتطرق لتقريبا خمس نقاط بستة أو سبع دقائق. الهدف هو رسم خارطة الطريق لأنسنة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ولا شك أن هناك جهود خلاقة قامت بها المنظومات الحكومية وقام بها اتحاد الغرف التجارية وقام بها القطاع الخاص، بعض المبادرات الرائدة من مؤسسات القطاع الخاص. فأولا نتحدث عن أهمية القطاع الخاص وموضعة فرص وتحديات أنسنته، ثم نتحدث عن الابتكار الاجتماعي ممكنا لأنسنة القطاع الخاص والتمكين والشراكة والقيم المشتركة، ثم خارطة الطريق لأنسنته وتبني وثيقة الأنسنة المسؤولة. فيما يتعلق بموضعة positioning، موضعة مفهوم وتطبيقات أنسنة القطاع الخاص في سياقه المرتبط بالابتكار الاجتماعي وبالمكون الاجتماعي، يعني يظهر من ثلاث محاور. المحور الأول أن القطاع الخاص يظل أحد المكونات الاجتماعية، فهو من ناحية مكون اقتصادي، ولكن عناصر القطاع الخاص أنفسها يعني الملاك شركاتهم في النهاية أشخاص وأسر وأحيانا موظفين ومساهمين، فهم جزء من النسيج الاجتماعي المترابط لأي اقتصاد. المحور الثاني يتعلق بالمسار الدولي، وعلى مدى ربما يمكن 70-80 عاما تنازعت القطاع الخاص وأدواره عدة مقاربات، منها مقاربة ما كان يطلب من القطاع الخاص أن يكون مسؤولا، وهي اللي تسمى المسؤولية الاجتماعية. وسمعنا بالأمس حديث الخبراء عن أن المسؤولية الاجتماعية بصورتها القديمة ماتت، لم تعد مقنعة، ولم يكن دورها أساسا دورا ذا قيمة، هي مجرد ترضية ومجرد وضع بعض العبء الاقتصادي والاجتماعي على مؤسسات القطاع الخاص. فعلى المستوى الدولي مؤخرا قبل أقل من يمكن عقدين بدأت أهداف التنمية الأممية بالبروز، ثم ظهر مؤخرا قبل 3 سنوات مفهوم البيئة والاجتماع والحوكمة Environment Social Governance، ثم ظهر أيضا المستثمر النشط اجتماعيا وإنسانيا، أي بعض مؤسسات القطاع الخاص نفسها أصبحت تمثل دور إنساني، تلبس اللباس الإنساني وهي مؤسسات ربحية بالأساس. ثم ظهر المنظم النشط في الحكومة، من الحكومة، أي أن الحكومة تطالب القطاع الخاص بأن يكون إنسانيا ومشاركا بالتنمية. ثم ظهر عضو مجلس الإدارة النشط، يعني يوجد في شركات ما يسمى الفورشن 500 نحو 60% من مجالسها فيها ممثل مجلس إدارة نشط اجتماعيا سوشيالي أكتف. ثم بدأت الحوكمة التفاعلية والامتثال compliance وتبادل المنفعة المجتمعية، ثم أيضا تطورت الأنظمة إلى أن أصبحت الضرائب والتحفيز والرسوم وسيلة لتنازع الأدوار بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. على المستوى المحلي في المملكة، الحمد لله المملكة سباقة في يعني تاريخها البيروقراطي المتين على مدى عقود طويلة، ثم فيما بعد عصر الرؤية على مدى يمكن السنوات الست الماضية أعطت القطاع الخاص دور واضح. صحيح أن القطاع الخاص يعاني معاناة مرة بسبب التحول، والتحول الجميع يعاني من مرحلة التحول وهذا شيء طبيعي، لكن الهدف الأسمى الموجود لتوجهات برامج ومنظومات الرؤية أن القطاع الخاص سوف يكون له دور أساسي، الشراكة مع المنظومات والبرامج الحكومية، بعض المبادرات مثل مبادرة السعودية الخضراء، مبادرات الامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمي، شراكة مع القطاع الثالث والجامعات، وهناك أيضا الحمد لله نماذج رائدة وخلاقة لمفهوم الأنسنة موجودة حاليا في شركات الاقتصادية، شركات القطاع الخاص. المملكة سباقة على المستوى الدولي في تطوير الشراكات المجتمعية وحوكمة وأنسنة القطاع الخاص من خلال التطوير الشمولي للحوكمة، من خلال برامج الرؤية، من خلال المبادرات اللي طرحت في الرؤية، ومن خلال المواءمة والامتثال لأهداف الأممية التي طرحت. والمملكة باعتبارها العضو يعني الهام في مجموعة 20 لها دور أساسي، وحرصت أثناء رئاستها قبل 2 سنوات للمجموعة أن تبرز هذا الدور. الابتكار الاجتماعي حقيقة له فرصة عظيمة لتمكين أنسنة القطاع الخاص، لأن الابتكار سيسعى بلا جدل إلى تجسير وتسهيل وتمكين الجهات
التي تستخدم تطبيقاته لتحقيق أهداف بسرعة وبتكلفة أقل. فأحد يعني المهام اللي يمكن يطلع بها الابتكار الاجتماعي هو تطوير نموذج عمل يبدأ يعني من النموذج القديم للتجارة والحرفة إلى الشراكة في نماذج العمل الجديدة البزنس موديل، إثراء تجربة العميل، دور الابتكار الاجتماعي في تحفيز نماذج العمل الجديدة الممكنة للأنسنة، تنظيم قطاعات الأعمال المستقبلية واستخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتحكم بسلوك العميل للصالح العام، إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي وتمكين القطاع الخاص في عصر الذكاء الاجتماعي، التكيف مع القوى الاقتصادية العالمية والموجات الجديدة التي تتأثر بما يتعرض للاقتصاد العالمي مثل ما بعد الجائحة وما يسمى بالواقع الجديد نيو نورم، وتحديث نهج الاستدامة بحيث يكون هو الأساس لا يكون طارئا عند الحاجة. أما فيما يتعلق بخارطة الطريق لتمكين أنسنة القطاع الخاص فهي تبدأ أساساً من مراجعة التحديات البنيوية التي يعانيها القطاع الخاص، فإذا لم يكن القطاع الخاص قادراً على تحقيق أهدافه الأساسية وهي الربح، وإذا لم يكن المشاركة المجتمعية جزء من تحقيق الربح فمن غير الممكن أن يفرض أو يطلب من القطاع الخاص عبئاً إضافياً على كاهلة بالإضافة إلى الأعباء الأخرى. فالفكرة أساساً هي أن يمكن القطاع الخاص من وجود بيئة تنافسية تنخفض فيها التكاليف لدرجة يوجد مكان للمشاركة المجتمعية ضمن هذه التكاليف المتوفرة. أما إذا كانت التكاليف عالية والتنافسية منخفضة والقدرة على منافسة الاقتصادات الأخرى ضعيفة فلا يمكن أن تزدهر بيئة لأنسنة القطاع الخاص، وهذا تحدي حقيقة تواجه مؤسساتنا في قطاع الأعمال حالياً، ولن يعني تنزاح هذه الغمة إلا بتحقيق تقدم في التحول الشامل الذي تشهده المملكة خلال هذه السنوات. أيضاً من المهم تطوير إطار مرجعي للأنسنة وتبادل الأدوار بين الحكومة وبين القطاع الخاص وبين المجتمع والقطاع الثالث والجامعات القائم. يعني مثلا نظام المشتريات الحكومية كان يقوم على ما يمكن أن يوصف بأنه الإذعان، يعني القطاع الخاص مذعن لأنظمة ولا يستطيع أن يتجاوزها. الآن هذا يجب أن نتجاوزه لأن الزمن في حقيقة الأمر تجاوزه، ويجب أن يعني يدمج احتياجات القطاع الخاص لتحقيق الربحية مع الأهداف والمتطلبات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من أن يكون قطاعا إنسانيا. تشجيع الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ومراكز البحوث والجامعات والقطاع الثالث، نقل التجربة والتعلم من التجارب الدولية، وتأكيد التزام الشركاء بالأدوار الرئيسية وهم الحكومة بالدرجة الأولى ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والمجتمع، وعلى وجه الخصوص القطاع الثالث الذي يجب أن ينشط لوضع تأطير والنيابة عن الفئات غير القادرة على إيصال صوتها من المجتمع لتحقيق الهدف المزمع. أخيراً أحب أن أتحدث عن تطوير وثيقة أنسنة القطاع الخاص وفق الخصوصية الثقافية والدينية والتنموية والاقتصادية والهوية السعودية، وأتطلع إلى منتدى أسبار أن يعمل على دراسة إمكانية تبني هذه الوثيقة بحيث تكون أحد مخرجات منتدى الابتكار الاجتماعي في المدينة المنورة. والوثيقة هي تعمل على تطوير بيئة ممكنة لتحقيق متطلبات الأطراف ذوي العلاقة، الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المجتمع، وتطوير منصة مرجعية تشاركية مفتوحة بشكل كامل وشفافة لموائمة التشريعات وحوكمة التشاركية وأنسنة القطاع الخاص، ودراسات حالة كيس ستديز للتحولات الاقتصادية وتطوير الحوكمة القطاعية وتمكين الأنسنة والتشاركية بصورة فعالة ومحفزة وممكنة، وتطوير قادة القطاع الخاص وتوفير برامج بناء القدرات المحفزة لقادة القطاع الخاص من الشركات والشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير وثيقة الأنسنة بطريقة متدرجة وبناءة ومبتكرة، والمشاركة الفعالة في الأهداف التنموية الأممية والبرامج الدولية المناسبة للقطاع الأعمال السعودي والمناسبة والملائمة أيضاً لخصائصنا الدينية والثقافية وهويتنا الوطنية، وتأسيس مركز متخصص لتطوير حوكمة وأنسنة تشاركية القطاع الخاص
مماثل لمركز الأثر على سبيل المثال، ومشاركة القطاع الخاص بالبيانات والسجلات الإدارية التي تتوافر عليها الحكومة، والخبرة الممكنة للربحية والتنافسية والأنسنة، وإقامة منتديات مثل هذا المنتدى المبارك، وتطوير وفعاليات لتطوير حوكمة وأنسنة القطاع الخاص، وإشراك العموم في تطوير وثيقة الأنسنة. أمل أن يكون ما قدمت يعطي لمحة عن المفهوم بشكل موجز، والخصوصية الوطنية، وخارطة الطريق لتطوير هذه الوثيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية مهندس عبد الله، وحقيقة أن عرض جيد وممتاز، وعمل الوثيقة أعتقد أنه من الأهمية إن شاء الله اللي يتبناها المنتدى تكون في توصيات الجلسة. ننتقل مع الدكتور جابر المطيري، وهو الحاصل على درجة الدكتوراه في علم الحاسوب من جامعة ليدز ببريطانيا، والرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة، وأستاذ الحوسبة السحابية بكلية علوم هندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نجدد الترحيب بكم في جامعتكم جامعة طيبة، ونشكر القائمين على منتدى الابتكار الاجتماعي على تنظيمهم الرائع. مداخلتي ستكون حول دور شركة وادي طيبة في خدمة الإنسان بالمدينة المنورة. المهندس محمد في التعريف قال الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة، وادي طيبة. نعم، فالمداخلة ستكون حول دور وادي طيبة في خدمة الإنسان بالمدينة المنورة. طبعا مفهوم الأنسنة بالقطاع الخاص، يعني إذا كان إنه يعني أخذنا بالمفهوم العام والشامل، كيف أن تكون خدمات الشركة ومشاريعها وتتمركز حول الإنسان. طبعا الإنسان ممكن هنا يكون المستفيد من هذه الخدمات أو المشاريع، أو أيضا من منسوبين الشركة أو المجتمع المحيط فيه. سمعنا أمس واليوم بعد المهندس عبد الله تكلم على موضوع المسؤولية الاجتماعية، وكيف إنه مفهومها جديد ومفهومها مختلف. فلعلنا في هذا العرض يعني نقدم بعض ثلاثة من المبادرات والمشاريع اللي تعمل عليها وادي طيبة، التي نعتقد إنها تتمركز حول إنسان المدينة. الأول اللي هو مسابقة طيبة تبتكر، وهي مسابقة تطلقها جامعة طيبة سنويا، تتهتم برواد الأعمال في منطقة المدينة المنورة وطلاب الجامعة والمجتمع المحلي، وتقديم الدعم اللازم لهم من ورش العمل والجلسات الإرشادية والمعامل المتخصصة التي يمكن إنشاء فيها نماذجهم الأولية. طبعا هذه المسابقة يعني هدفها الأساسي هو إنشاء الشركات الناشئة وتشجيع المجتمع على الابتكار وريادة الأعمال، وتتضمن رحلة متكاملة لاكتشاف وتنمية القدرات الابتكارية من خلال التدريب على أدوات مختلفة لتوليد الأفكار الابتكارية، وأيضا اكتساب معارف ومهارات ريادة الأعمال لصناعة شركات ناشئة تساهم في خلق الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة لمنطقة المدينة المنورة. طبعا هذه نعتبرها احنا من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع في منطقة المدينة المنورة، في خلق فرص وظائف جديدة، في إنشاء شركات ابتكارية تساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة. طبعا الشركة تقدم من خلال مركز الابتكار في الشركة واللي هو تمكين وتوطين القدرات الوطنية يعني على الوظائف المتعلقة بالتقنيات الناشئة، وتسهيل العمل على النماذج الأولية في مثلا المعامل المتخصصة في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، أيضا المعامل المتخصصة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز وتقنيات البلوكتشين، وأيضا تطوير وبرمجة الألعاب. الأمر الآخر اللي هو إيش هو أثر هذا المسابقة على مستوى منطقة المدينة المنورة وعلى مستوى الجامعة بالتحديد. المسابقة هذه النسخة الخامسة الآن، تم انتهاء من 4 نسخ سابقة، يعني كان عدد المتقدمين يتراوح في كل نسخة من 500 إلى 1000، تعتمد على عدد
المتقدمين لهذه المسابقة، وتم تقديم عدد من الجلسات الإرشادية وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات المعرفية والإثرائية لتشكل لتساهم في صقل المهارات وزيادة معارفهم لإنشاء شركات ناشئة والعمل على مشاريع مبتكرة ممكن تساهم في التنمية الاقتصادية، وأيضا ممكن من هذه المشاريع مشاريع خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، أو أيضا ممكن براءة اختراع يتم يعني تسجيلها من خلال هيئة الملكية الفكرية. فالمسابقة الآن في نسختها الخامسة، في النسختين الماضية تم تركيزها أكثر على المشاريع على التقنية، وكان يعني كما هو ظاهر أمامكم الآن التكريم الأخير للفائزين بمسابقة طيبة تبتكر في النسخة الرابعة، ويعني إيمانا من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المنطقة والدعم، وهو الدعم الأساسي لهذه المسابقة، وتحظى برعاية كريمة من أيضا من ومتابعة من سمو النائب الأمير سعود بن خالد الفيصل. في أثناء الحفل الختامي يعني تم مضاعفة الجوائز للمتسابقين ودعم من سموه للمسابقة وإيمانا بمخرجاتها. أيضا المسابقة يعني من خلال أحد البرامج فيها أن نعرض على لجان التحكيم والمستثمرين خلال الديمو داي، فنساهم أيضا في جلب المهتمين بالاستثمار الجريء في للمنطقة والاستثمار في المشاريع الناشئة من خلال هذه المسابقة. البرنامج الآخر اللي هو الخدمة المجتمعية في أكاديمية وادي طيبة، ونعني هنا في يعني المهتمين بالابتكار والتقنية، في حاجة كبيرة وماسة اليوم في موضوع المهارات التقنية، والحقيقة الأمر هذا يعني هم وطني، وعدد من الجهات المعنية في المملكة بتعمل عليه، من ضمنهم الاتحاد السعودي للأمن السبراني بيطلق العديد من المعسكرات والدورات التدريبية في المتخصصة في تأهيل الكوادر الوطنية للمساهمة في النمو التقني الحاصل في المملكة، والذي بيّن أثره يعني مؤخرا. أيضا وزارة الاتصالات يقع على عاتقها أهم كبير من خلال الأكاديمية السعودية الرقمية، وأيضا من خلال برنامج مهارات المستقبل. كل هذه البرامج تعمل على دعم المختصين بالتقنيات الناشئة والمبتكرة. دورنا في أكاديمية وادي طيبة أنه نعكس هذه الجهود في منطقة المدينة المنورة. طبعا الأكاديمية عندها عدد من البرامج، لعلنا نركز في هذا العرض على إيش الجانب الخدمة المجتمعية في الأكاديمية من خلال الميتابز اللي يتم عقدها في المهتمين بهذه التقنيات. فأكاديمية وادي طيبة بشكل مستمر تطلق عدد من اللقاءات للمهتمين في التقنيات، سواء في تقنية الذكاء الاصطناعي أو الإنترنت الأشياء أو البلوك تشين. أيضا إقامة الأحداث العالمية واستضافتها ودعمها ولتمكين المهتمين بهذه التقنيات في منطقة المدينة المنورة، لعل آخرها كان أكبر حدث عالمي في مجال تطوير الألعاب اللي هو الجلوبال جيمينج جام، وكان في منطقة المدينة المنورة. والحقيقة يعني سرنا ما رأينا من مبتكرات في مجال الألعاب ومن مطورين محليين يمتلكون المهارة الكبيرة في إنشاء هذه الألعاب. أيضا البرامج المجتمعية هذه تخدم شرائح مختلفة من المستفيدين، يعني في من مرحلة النشأ، مثلا أحد المعسكرات تقيم في موضوع تطبيقات إنترنت الأشياء للمبتدئين يستهدف الطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وعدد من هذه البرامج في هذا الجانب. المشروع الثالث اللي هو مشروع وزارة الاتصالات اللي هو مركز التطبيقات والبرمجيات، وهذا المشروع بالشراكة مع وزارة الاتصالات يهدف إلى خلق فرص وظيفية في منطقة المدينة المنورة من خلال شركة وادي طيبة للمبرمجين والمهتمين بالتقنية للعمل على تطوير منتجات تقنية وبناء نماذج أولية لها. يعني أحد أهم الجوانب اللي نعتبرها في أنسنة القطاع الخاص أنه كيف أن احنا في منطقة المدينة المنورة ندعم إنسان المدينة بحيث أنه يوجد فرص وظيفية متخصصة
بدل توفر عليه عناء البحث عن الفرص في مثلا مناطق مثل الرياض أو 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 غيرها وتوفيرها له في منطقة المدينة المنورة. طبعا دور هذا المشروع أنه يحدث هذه الفرص الوظيفية من ويهدف إلى أنه يكون هناك استحداث شركات تقنية متخصصة، تسويق المنتجات التي يعمل عليها هؤلاء الموظفين، إشراكهم في شراكات توفر لهم استدامة في الوظائف والعمل. يعني ختاما هذه أبرز المشاريع اللي نعمل عليها في وادي طيب، واللي نعتقد أن لها علاقة بالمسؤولية الاجتماعية أو بخدمة إنسان منطقة المدينة المنورة. ونشكر لكم استماعكم ونرحب بكم مرة أخرى في جامعة طيبة. الله يعطيك العافية دكتور جابر. تجربة ثرية لشركة وادي طيبة في إشراك المجتمع المحلي ورفع التوعية ونقل التقنية. متحدثنا الدكتور نزيه العثماني، أستاذ مشارك بقسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، تخصص طبية حيوية بجامعة الملك عبد العزيز، وهو نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع، وهو أيضا خبير أجهزة طبية بمنظمة الصحة العالمية ومهتم بنقل وتوطين التقنية وتنمية الابتكار، وله براءات اختراع في هذا المجال. تقلد الدكتور نزيه العديد من المناصب، منها نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ومستشار وكيل وزارة الصحة للتخطيط لمشروع توطين الأجهزة الطبية، وعضو مجلس جمعية رفيدة لصحة المرأة وفريق أجيال من أجيال لدعم المبتعثين، وكان رئيسا للجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية، وهو عضو بالمجلس العلمي للأجهزة الطبية بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ومستشار لحاضنات الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز. الله يحييك يا دكتور. عليكم السلام. نشوف العرض بس. هل هو موجود العرض؟ موجود على الجهاز. الأخ ريان. الكنترول ممكن مساعدة موضوع العرض الله يحييك. طيب ظهر العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بتواجدي معكم في منتدى سديان، وكل الشكر والتقدير للدكتور فهد والمنظمين جميعا على هذه الفرصة. نتحدث في موضوع حقيقة شدني، أنسنة القطاع الخاص. وكما أشار الأخ عبد الله الرخيص على قضية هل القطاع الخاص شيطان لنؤنسنه أم ماذا، سأتحدث اليوم عن نموذج لمؤسسة في القطاع الخاص، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، تركز في عملها مع شركائها في القطاع الخاص أيضا على الإنسان وبناء الإنسان. المؤسسة بدأت من 20 عام بمرسوم ملكي في الذكرى المئوية لدخول الملك عبد العزيز للرياض، مرسوم ملكي من الملك فهد الله يرحمه لتخليد ذكرى دخول المؤسس للرياض وبناء هذه المنظومة الموهوبة في المملكة العربية السعودية، فخصصت مؤسسة تعنى برعاية الموهوبين باسم مؤسسة الملك عبد العزيز، وتنفرد المؤسسة بكلمة ورجاله للناس اللي كانت مع الملك عبد العزيز. الآن رؤيتنا هي تمكين الموهبة والإبداع كونهم الرافد الأساس لازدهار البشرية، نركز على الإنسان الموهوب بغض النظر عن جنسه وعرقه ودينه. العديد من الناس اللي مرت ببرامج موهبة من خارج السعودية ومن حوالي أكثر من 50 دولة حول العالم، وذلك من خلال إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل. عملنا يركز على اكتشاف الإنسان الموهوب ثم رعايته ثم الاستثمار والتقدير لهذه الموهبة. وسائل الاكتشاف عندنا البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، برنامج يقام على مستوى السعودية وحتى على مستوى العالم العربي. الآن الموهوبون العرب يدخله الطلاب المدارس في التعليم العام من ثالث ابتدائي إلى ثالث إلى أول ثانوي،
ويتم اختيار الطلبة الذين يحرزون أعلى 5% من الدرجات ويتم تصنيفهم كموهوبين. إلى الآن دخل في الاختبار في المقياس 400 ألف طالب وطالبة خلال 12 سنة ماضية، وتم اكتشاف أكثر من 133 ألف طالب وطالبة في السنوات الماضية. هناك وسائل أخرى لاكتشاف الموهوبين، مسابقة موهوب تقام أونلاين للفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء والعلوم والمعلوماتية، مسابقة كنغارو موهبة الدولية في الرياضيات، مسابقة بيبرس موهبة الدولية في المعلوماتية. هذه كلها وسائل لاكتشاف الإنسان الموهوب. بعد اكتشافه يبدأ هذا الإنسان بالمرور بعدة مبادرات. هذه المبادرات لا تنفذها موهبة فقط. فصول موهبة عندنا مناهج خاصة تم تصميمها مع نوردنجليا في بريطانيا في مجالات الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم والرياضيات. يبدأ الطالب من رابع ابتدائي حتى ثالث ثانوي بأخذها فوق مناهج وزارة التعليم. كثير من المدارس الخاصة في القطاع الخاص تعطي منح مجانية لاستقطاب الطلاب الموهوبين ليتم منح هذه البرامج بالنسبة لهم، واستفاد منها إلى الآن من حتى أكثر من 24 ألف طالب وطالبة. المدن التي لا تتوفر فيها هذه البرامج تقدم برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات، أيضا مناهج تم تصميمها تقام عن بعد إما يوم السبت أو خارج الدوام. طبعا هناك برامج إثرائية صيفية، برنامج إثرائي أكاديمي بحثي، برنامج إثرائي أكاديمي وإثرائي بحثي تقام في معظم مناطق المملكة بما فيها جامعة طيبة تستضيف بعض هذه البرامج في أكثر من عدة جهات، منها القطاعات خاصة ومنها أيضا قطاعات حكومية. يذهب الطالب في الصيف لمدة 4 أسابيع لدراسة منهج متقدم في الطاقة المتجددة، في الذكاء الاصطناعي، في البيوتكنولوجي، في الفسيولوجي، في التشفير، في 22 مسار في مناهج صممتها جامعة جونز هوبكنز للطلاب الموهوبين، تقدم سنويا في هذا العام. السنة الماضية في الصيف كثير منها أقيم عن بعد، استفاد منها أكثر من 6500 طالب، كان منهم طلاب من الصين، من اليونان، من بنما، من أمريكا، من مصر، من الكويت، من البحرين، من الإمارات، من قطر، ومن الأردن، ومن العراق أيضا الشقيق. هناك برنامج موهبة الإثرائي العالمي، نستقطب الدكاترة من أوكسفورد وكامبريدج وجونز هوبكنز وMIT لتقديم برامج متقدمة باللغة الإنجليزية لطلبة الثانوية، سواء الطالبات في جامعة نورة والطلاب في جامعة الملك سعود، ويتجمع الطلاب الموهوبون من كل أنحاء المملكة لأخذ هذه البرامج. من الذي يمول تقديم هذه البرامج؟ ستشاهدون الشركاء من القطاع الخاص الذين يساعدون دخول هؤلاء الطلاب. عندنا برنامج سفراء موهبة، الطلاب المتميزين في اللغة الإنجليزية ودرجاتهم عالية في مقياس موهبة يذهبوا في برامج لمدة 4 أسابيع في الصيف، إما بري كوليج أو أكاديميك أو ريسيرش في حوالي الجامعات المتميزة سواء في أمريكا أو بريطانيا. حوالي 3000 طالب استفاد منها إلى الآن. في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي انتهت فعالياته يوم السبت الماضي برعاية سمو الأمير فيصل بن سلمان، وبدعم أيضا وحضور معالي رئيس الجامعة. مسابقة بحثية ساينس فير، طلاب يتقدموا ببحوثهم في الابتكار والبحث العلمي. السنة هذه تقدم 103 ألف طالب وطالبة، وتم فلترتهم على 6 مراحل، وكانت المرحلة السابعة في المدينة المنورة. من 103 ألف نزلنا إلى 152 طالب، مشاريعهم ابتكارية إلى درجة عالية جدا، ونفتخر حقيقة اليوم كان واحد من نماذج هذه السنة 13، واحد من نماذج الطلاب اللي سووا هذه المشاريع كان دكتور طارق تركستاني اللي كان يدير أحد الجلسات، وهو من الناس اللي كان تخرج من هذه الأولمبياد بشكل عام، وهو عندما يتحدث له أفلام يتحدث إنه هذه الأولمبيادات كانت نقطة تحول في حياته ووجهته إلى ناحية الابتكار، والآن هو يملك شركة ما شاء الله تبارك الله فيها أكثر من 150 موظف لها قيمة سوقية عالية. كثير من الجهات في القطاع الخاص يعني استطعنا ولله الحمد بتوفيق من الله عز وجل أن نبني منظومة تستقطب القطاع الخاص ليستثمر فيها، ليستثمر في الإنسان. عندنا جهات كثيرة، سابك، أرامكو، إكسون موبيل، كيمانول، معادن، جهات كثيرة من القطاع الخاص تستقطب الطلاب الذين لديهم مشاريع متميزة في هذا المجال، سواء شركات محلية ودولية، وهذه نماذج كلهم قدموا جوائز للطلاب في هذا المكان. عندنا الأولمبيادات الدولية، طالب يمر بمعسكرات سنوية لمدة سنتين بمعدل 3600 ساعة في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الرياضيات أو في الأحياء أو العلوم، وبعد سنتين نبدأ
نختار من يمثل المملكة في الأولمبيادات الدولية. في روسيا يجتمعوا 126 دولة، كل دولة تجيب أفضل 6 طلاب، يجلسوا 4 أيام يختبروا يا فيزياء يا كيمياء يا إحياء حسب روسيا الصين تايبي سنغافورة، وتتم منافسة على مستوى العالم، وطلابنا ولله الحمد متمكنين وقادرين على التنافس. أكثر من 456 ميدالية حققوها طلابنا خلال العشر سنوات الماضية، وكل جامعات العالم تستقطب هؤلاء الطلاب. عندنا برنامج لطلبة الأول ثانوي والثاني ثانوي، نساعدهم على الحصول على قبول في أفضل 50 جامعة في أمريكا، وكثير من مؤسسات القطاع الخاص مثل مؤسسة سالم بن محفوظ، عبد المنعم الراشد الإنسانية، معادن، كيمانول، تدفع رسوم التي تمكن الطلاب في مناطقهم من الدخول في هذا البرنامج، ويجيبوا في قبول في أفضل 50 جامعة، وبعدين اللي يجيبوا قبول في أفضل 50 جامعة نرشحهم لأرامكو، لسابك، لمعادن، لنيوم، لشركات القطاع لابتعاثهم، ليذهبوا للابتعاث ويعودوا. حتى هيئة الفضاء أخذت مجموعة من هؤلاء الطلاب، وسدايا إن شاء الله قريبا حتأخذ مجموعة من هؤلاء الطلاب. طبعا الطلاب اللي فازوا في المدينة المنورة هيمثلوا المملكة في آيسف في أمريكا مع 80 إلى 85 دولة على مستوى العالم، 2000 طالب، كل واحد حيجيب مشروعه، ويحكمون من 16 إلى 18 محكم، وطلابنا قادرون على المنافسة. طلاب المملكة العربية السعودية دوما من العشر الأوائل. نحن مع أمريكا ومع ألمانيا ومع بريطانيا ومع كندا جنبا إلى جنب، مرة سنة نحن فوق وسنة هم فوق. فالحمد لله إلى الآن طلابنا حققوا 83 ميدالية. عندنا 40 طالب حنختار منهم أفضل 35 إن شاء الله حيمثلوا المملكة في آيسف في شهر مايو القادم. وشركة الكهرباء السعودية على فكرة من الداعمين لهذا البرنامج ومن الداعمين لبناء هذا الفريق. هذه الأولمبيادات الدولية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات، طلاب يروحوا هناك 4 أيام اختبار فيزياء. المعسكرات هذه على فكرة آخر معسكر فيهم، ترى البرنامج ده لمدة سنتين، نبدأ ب19 ألف طالب وننتهي ب150، 19 ألف وننتهي ب150. الطالب هذا اللي ب150 هو اللي يمثل المملكة في أولمبياد دولي، جنبه واحد من روسيا ومن الصين ومن اليابان ومن الهند ومن كل دول العالم. على مستوى العالم العربي السعودية رقم واحد بلا منازع في كل مجالات العلوم، أي أولمبياد علمي في الفيزياء أو الكيمياء على مستوى العالم العربي السعودية رقم واحد. على مستوى العالم الإسلامي نحن يمكن الثالث أو الخامس أو الأول في منافسة دوما معنا. دكتور تفضل. خلاص ايوه لا يعني ان شاء الله ننتهي. عندنا رابطه موهبه، منها الطلبه اللي تم رعايتهم وتخرجوا، والان كثير منهم يحمل مناصب متميزه، وودوا التركيز على نقطه مهمه، انه نحن كان عندنا شركه استشاريه اتيكيرني حسبت السوشيال ريتيرن اوف انفستمنت، وجدنا لكل ريال ننفقه على الموهوب فالعائد على المجتمع هو 8 ريالات، لكل واحد ريال العائد على المجتمع 8 ريالات. هذا الرقم رقم جذاب للقطاع الخاص، يعني القطاع الخاص وجدنا أنه حريص حقيقة على دعم البرامج التي لها أثر، فيحتاج المبتكر الاجتماعي أن يتعلم آليات قياس أثر ابتكاراته ليتمكن من جذب القطاع الخاص لهذه الاستثمارات. هذه نموذج للشركاء، عندنا أكثر من 100 شريك يقوم بدعم البرامج هذه. لا تستطيع موهبة أن تعمل وحدها ولن تعمل وحدها، فلا فائدة من العمل لوحدك، هذا واجب وطني علينا دعم الموهوبين. وكثير من جهات القطاع الخاص حقيقة، كثير من جهات القطاع الخاص لا تتردد في دعمهم. إكسون موبيل مثلا قدمت 20 جائزة، الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل من فرنسا جاء عشان يقابل الطلاب اللي فازوا فيها. هواوي الآن حتستقطب كل الطلاب، حتدخلهم في برامج هواوي في الخاصة بالاتصالات. فالقطاع الخاص يبحث عن مشاريع ذات جودة وذات أثر قوي، ولتقوم بدعمها بشكل عام. موهبة في أرقام، أكثر من 133 ألف موهوب تم اكتشافه، أكثر من 161 ألف طالب تم استفادة من البرامج موهبة، أكثر من 539 جائزة عالمية وإقليمية، عشرات الألوف تم تدريبهم من المعلمين، الطلاب اللي استفادوا من المشاريع بشكل عام. فهذه بشكل عام نموذج لمؤسسة خاصة عملت على الإنسان مع شركائها من القطاع الخاص أيضا لدعم الإنسان الموهوب، وشكرا لكم. الله يعطيك العافية دكتور. وحقيقة مؤسسة موهبة اليوم ركيزة أساسية في اكتشاف الطاقات البشرية، ويمكن ذكرت طال عمرك موضوع الأثر
وأعتقد أن أحد أكبر التحديات اللي ذكرت اليوم في المنتدى خلال الجلسات كيف نستطيع أن نمكن أصحاب المبادرات الابتكارية من عرض الأثر اللي يقومون عليه، وممكن أن المنتدى يقوم بحصر الممارسات أفضل الممارسات العالمية في قياس الأثر بحيث أنها تكون ممكن للمبتكرين الاجتماعيين أنهم يحصلون على التمويل من أصحاب المانحين بطريقة أفضل وأسهل. جلستنا الرابعة بتكون مع عن بعد بيشاركنا فيها السيد بلير جلينكورس الرئيس التنفيذي لأكاونتيليتي لاب. يقوم بلير بدعم حركة المساءلة والنزاهة حول العالم كما تعمل شركته أكاونتيليتي لاب على أحدث استجابة والشفافية من الذين يقبعون على مراتب السلطة باستخدام وسائل الفنون والإعلام والثقافة والتكنولوجيا. وقد فازت شركته أكاونتيليتي لاب مؤخرا بجائزة الأمم المتحدة للتميز في مكافحة الفساد، وهو قائد مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد التابعة لمجموعة 20G20. مستر بلير جلينكورس، ويلكم تو ذا ستيج اند ذا مايك از يورز. Thank you so much and hello everybody. Assalamu alaikum. I'm so sorry my Arabic is not what it could be, so I'm going to speak in English. I hope you understand me, and thank you for including me in this important conversation. I'm going to share my screen so you can see some slides about the work that we do and the ideas I have for the humanization of the private sector. I run an organization called the Accountability Lab. We work in creative ways to support innovative approaches to governance and to support businesses and governments and all kinds of organizations to be more transparent and accountable. I was also the chair of the C20 Anti-Corruption Working Group last year, or the year before last, when Saudi Arabia chaired the G20. So I was in close touch with many wonderful Saudi colleagues about anti-corruption issues globally. And that is part of what I'll touch on today, because I think that humanization means putting people at the center of everything within our companies, within our societies, within all of the organizations in which we work. And this is, I think, an existential crisis. It's truly the most important thing we can do, because current levels of inequality that are the product of our systems are entirely unsustainable. Jeff Bezos, for example, we hear a lot about. He's very, very wealthy. If he liquidated his wealth, he could pay for more than half of the world to be vaccinated. The top 10 richest men in the world together could easily pay for more than 10 times the overseas development assistance from every other country in the world. So the inequalities that we are creating are gigantic, and they will create instability in the long run and threaten the interests of all of our organizations if we can't find a way to create a more fair and more equal system. But this is a political process, and the private sector and business has to step up and take a stand for the common good. We are seeing this, I think, more and more these days in the news. You can read about companies that are taking a stand on political issues because they are realizing that they need to. It's not just good for business to be an ethical company that stands up for rights. It's also the right thing to do. And I would say a lot of this is driven by the understanding today of the world by younger generations, particularly millennials, who will make up the large majority of the workforce very soon and are also consumers of the goods and services that companies produce, and they want these companies to be ethical and to be transparent. So I think there are four shifts that companies and other organizations need to make in order to humanize the work that they do. The first is from a focus on internal issues to a focus on external issues.
because in my work on corruption and accountability, I think companies have been far too focused on their own shareholder value and their own internal systems, and not the much broader societies and contexts within which they work. And this has meant that trust is very low. People don't know what it is that companies are doing. They don't always explain how they are creating stability within the contexts that they operate. 6 in 10 people, so 60% of the world, distrust something they see these days until they see evidence that it is trustworthy. So companies have to make a real effort to build trust with their consumers. And that happens, I would argue, through trying to create stakeholder value, not shareholder value. But this isn't happening quickly enough. Companies need to move towards a situation where they don't just understand, for example, corruption in their own supply chains. They look at corruption within the societies in which they work and begin to fight it. This gets to the trend of ESG, which is quite trendy these days, environmental, social and governance issues. And there is a lot of emphasis now in a fantastic way on the environment and on the sustainability and social issues, but far less on the governance side of things. And actually, I would argue that governance is really at the heart of all of these other problems. Unless we can get the relationships right between people in power, including within businesses and governments and citizens, then we are not going to be able to solve many of the problems that we face together. The second shift that needs to happen is from compliance to accountability. So we all know that big companies have compliance programs. Often it is legally mandated that you need to have compliance and enforcement mechanisms in place as a business. But this can't create values-driven business. All of the biggest corporate scandals that we can think of Walmart or Siemens or Volkswagen, all of these companies have big compliance programs, but that didn't prevent them from being embroiled in corruption scandals, because they weren't necessarily values-driven businesses in the most meaningful way. And what's different about being a values-driven business is it creates buy-in, it creates energy, and it creates the kind of place that people feel on a very basic level that they want to work. They don't work there because they're paid and they get in trouble if they do something wrong. They work there because they are aligned in terms of the way they want to live their life with these companies. So that means working with them to build a shared sense of values and moving away from more traditional checkbox types of trainings where people just check in online and go through learning or training programs, and towards much more exciting, different, interesting ways of buying, creating buy-in to values. Two of these, for example, are the idea of integrity champions, creating fun competitions amongst companies, for example, to demonstrate integrity. There's another idea called ambient accountability, which is how you use the environment around you to subtly support changes in behaviors and ideas. And so there's many examples. I won't go too far into those, but the key is the shift from compliance to values and to accountability. The third issue is from opacity to transparency. So from a situation in which information is kept very close and is not shared, to one in which companies become open by default. Because again, this builds trust. The more companies can be open about what they do and how they do it, the more people will trust them and the more governments will trust them. For example, many companies engage in profit shifting or mispricing across borders. I would say that the most forward-looking companies disaggregate their reporting of financial data in different countries to allow governments and citizens to understand what it is they are doing in different places. This means, I'm sure, that they need to pay more tax, but that is part, again, of being a responsible global citizen, and we all need to step up, I would argue, and pay the tax that we owe to solve the kind of problems that we face together, because that is good for all of us in the long run. And there are some key international processes that can support these kinds
of efforts. There's one called the Extractive Industries Transparency Initiative, which is, of course, about extractive industries, oil and gas in particular. There's another called Publish What You Pay, which is supporting similar companies to publish the contracts that they sign with governments so that citizens understand how much taxes they should be paying and how many services and other things they should be providing. And I think there's a push that can be made by business to make sure that governments become more transparent, that they streamline processes, that they reduce red tape, because all of this creates value, it creates trade, and it attracts investment. So openness and transparency are good for business, they're good for government. Again, not just because it creates money, but because it's the right thing to do. And then finally, there's a shift from anti-corruption to integrity. I would argue that corruption is the biggest problem that we face globally. It's a huge, huge issue, and there is increasing emphasis on this issue. There's increasing attention to it. There are a lot of new international initiatives and consensus around critical corruption issues. For example, open contracting during COVID-19, governments have been spending a lot of money and procuring a lot of goods from companies. That needs to be transparent. It needs to be based on ideas of integrity. Likewise, beneficial ownership, the ownership, the real ownership of companies globally needs to be more transparent. And countries now, I think, are convening around this idea that is the case. So rules are changing, and media and civil society are stepping up to push for better corporate governance. So it is in the interests, I would argue, of all companies to get ahead of this trend, to make sure that they have systems that are based on integrity, that they are not involved in corruption. And by committing to long-term engagement in the countries that they work around the world, because this, I think, allows for the short-term bribe-paying and bribe-taking that that can be very problematic and undermine integrity in the longer run. And finally, I would argue that companies need to invest in young people. These kinds of changes, the four shifts that I've outlined, are generational. These are not things that happen quickly. They are not things that happen in a straight line. They take a long time. It takes human capacity, and it takes a generation of young people that have integrity and that want to do the right thing to make all of this happen. So investments in universities and research centers and the kinds of things I think that we've heard about already. Thank you very much, Mr. Blair. Extremely important. Okay, thank you so much. Thank you very much for your speech. الأخوة الأعزاء باسمنا جميعا نشكركم على حضوركم هذه الجلسة وابتداء الجلسة القادمة. وباسمي باسم الزملاء المشاركين نشكر الأستاذ فهد العرابي الحارثي والمنظمين للمنتدى على إتاحة فرصة، مع أخوكم محمد الخشيل رئيس اللجنة الوطنية لاتصالات تقنية المعلومات باتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة شركة نومد القابضة. شكرا جزيلا.